كابتن علاء، الف مبروك، فوز مستحق النادي الاهلي. الحمد لله. ايمن، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي كلها طبعا، الناس اللي حضرت المباراه النهارده، ومبروك للعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارته. فوز مستحق وكان متوقع على فكره. يعني اتكلمنا عن الفرقتين في الاول، لكن من جواك انت عارف ان فرق كتير قوي، من جواك انا عارف ان الاهلي هيتاهل النهارده، من جواك انا عارف هيكسب النهارده. واللي خلاك تاكدت كمان وجود الجماهير في الاستاد النهارده عامله حاله تانية خالص يا ايمن، مهما كانت حالتك، لكن انت وراك ناس، حتى لو انت وحش انت هتجري وعايز تاهل عشان الناس دي. لكن انا بالنسبه لي التاهل قبل المباراه، لا انا ما عنديش ادنى شك ان انا هتاهل طبعا، الحمد لله، عشان في فروقات كتير جدا 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 بين النادي الاهلي والهلال، بغض النظر عن ممكن اداء في بعض المباريات في بعض الاوقات، لكن سيظل برضه الفروقات هي اللي بتعمل الفرق. بس النهارده كنت متوقع ان الفروقات عاليه قوي كده؟ ما كنتش متوقع من المباراه الاولى. بص ايمن، اللي طمع فريق الهلال فيك واللي خلى جماهير الهلال تبقى عندها امل شويه، ادائك في المباراه الاولى. ادائك في المباراه الاولى كان يعني بين قوسين كارثي، كنا وحشين قوي. ادائك في المباراه الاولى لو كان ادائك العادي انت كنت ممكن تكسب هناك، او حتى لو تعادلت كانت الامور بقت اهدى من كده بكتير، وكان كل واحد اتحط في الحجم الطبيعي بتاعه. لكن ادائك انت، انا دايما بقول الكلمه دي هنا في الاستوديو، انت اللي بتخلي المنافس يا اما يعمل لك الهيبه اللي موجوده ليك في النادي الاهلي، ودي دي الحاجه المعروفه عنك من سنين فاتت، النادي الاهلي في حته تانية خالص، صح، او بيطمع فيك. مباراتك الاولى ضد الهلال طمعتك فيه، طمعت. التاهل انا بالنسبه لي حصل بعد ضياع ضربه الجزاء في صن داونز، والله العظيم احنا قلنا كده. انا كنت بتفرج، ضربه الجزاء اتمسكت، انا قلت الاهلي الحمد لله خلاص إن شاء الله هيوصل، لان ما خلاص يعني ربنا اداك فرصه بالظبط مع النادي الاهلي بجماهيره وبطموحاته يعني ببطولاته الكتيره افريقيا. مش النادي الاهلي فرص فرصه كده خالص، حتى لا، مع الاحترام الكامل، لو النهارده المباراه من غير جماهير النادي الاهلي هيتاهل، فما بالك كمان في حوالي 60 70 الف اهلاوي مخليين الشكل العام حاجه ممتعه. يعني النهارده مباراه كره قدم ممتعه كلعيبه، يعني لعيبه الكوره وكلنا مرينا الحمد لله بالمواقف دي، انت كنت تبقى نازل الملعب انت فرحان ان في جماهير، انت نازل مستمتع بالشكل، صح، بتمتع نفسك وتمتع الجماهير دي وتعمل كل حاجه انت بتحبها، انت بتلعب حاجه بتحبها وعايز تمتع الناس اللي جت دي. كان اسامه بيقول او بلال الناس هناك من الساعه 4 ايمن، يعني قبل الفطار فطرانين في الشوارع. يعني في ناس جايه محافظات، الصور الصور بتاعت الناس داخله كل واحد شايل فطاره معاه وميته، يعني بيديك حتى كمان يعني دفعه ان انت لا ما ينفعش الناس دي تروح كده النهارده. طبعا لكن الفروقات لا حسم الامر. يعني في ظواهر برضو، ما احنا مش ما كناش بنلعب دي كوره. ضرب جزاء اتمسكت، النادي الاهلي اتاهل بس، هو بس النهارده كان ايه الاخراج، كان النهارده، انما الحمد لله التاهل كان ما فيش فيه مشكله. مظبوط. فمبروك النهارده، ثلاث اهداف، اعتقد نتيجه هايله. واللي فرق معاك النهارده بمنتهى البساطه حاجه واحده في كره القدم، بس اللي يعرف يستغلها، مهارتك. ايوه النهارده اللي فارق معاك المهاره الفرديه. المهاره الفرديه يعني اتمثلت في حاجتين، كهربا في الهدف الاول، وحسين الشحات في الهدفين، مهاره. اللعيبه نوعيه لعيبه الهلال دي مش عايزه رتم سريع وتبقى لعبه، لا لا، عايزه واحد بيعرف يقف على الكوره، بيعرف يعمل تمويهه، حاجات في منتهى البساطه اللي في الدنيا. لو عملتها في الدوري المصري مش هتنفع، لكن مع لعيبه الهلال وبعض لعيبه افريقيا اي حاجه من الحاجات اللي بنعملها السهله دي بتعدي عليه. أيوة. بس الذكاء انك تعرف تستعملها صح. يعني حسين قاعد بيتفرج، اتفرج على الماتش كويس، اتفرج على الماتش، عارف نوعيه لعيبه الهلال، فنزل بالظبط عمل الحاجه اللي بيجدها، اللي هو بيتفوقه على ناس كتير قوي. ما بيلعبش الكره سهله، بيهوش، هيشوط، بستنى، وعلى مهلك. طول ما في ال 18 وكان في ما شاء الله يعني ثلاثه راس حربه وكابتن شريف عاملينهم كمان، انك طول ما تخش في ال 18 او لازم عندك حاجه اسمها هدوء. لازم ابقى هادي. التلات اهداف النهارده فيهم هدوء مش طبيعي، اكثرهم هدوءا كهرباء. صح. الهدف الاول. الهدف الاول فيه قمه الهدوء والمهاره، واحد شايف شايف حارس المرمى فين. حسين نفس الكلام، هدوء دخل 18، مهاره كويسه قوي، وبعرف استغل مهارتي كويس قوي. هو ده ذكاء اللعيب. مش ممكن ابقى مش بادئ المباراه زي حسين النهارده، مش انا احتياطي، بس انا نزلت احرزت هدفين وعامل كل الفتره اللي لعبتها
ممتازه. الناس النهارده تفتكر ايه؟ الاهلي كسب 3، كهربا وحسين نزل جاب جونين هايلين، والمباراه الحمد لله طلعت 3-0 نتيجه. انت برضو بتدي يعني انت بتتكلم فنيا وبتتكلم على اجاده لكهربا وحسين الشحات في المواقف الفرديه، ولكن انت بتدي نصايح برضو مثلا لاحمد عبد القادر. ده على طول بنصحه النهارده وكده وكده، لازم يعرف امتى يستخدم المهاره بتاعته، خصوصا انها موجوده، موجوده بامتياز. صح، كل حاجه موجوده، سرعه وبيعرف فيها مدريبل كويس قوي، هو بس مش عارف امتى. مش عارف التوقيت، مش عارف التوقيت امتى. بيبقى اما من بعيد قوي يا اما بيبقى بيزودها ويخش بعد ما يعني احمد القادر فيه عيب خطير، بعد ما بيعمل مراوغه واثنين التفكير بيقف، فتلاقي الثالثه التصرف بقى وحش. لازم اكون محضر، انا مثلا بعدي من اسامه عشان هعمل ايه؟ عشان اعمل ايه دي يا ناقص احمد عبد القادر، هي امتى؟ لكن هو عنده كل حاجه تخليه ان هو نجم في المكان ده. صحيح، عشان كده بقول لك النهارده مش عيب اخطائك، لازم. وبعدين ده خطا بسيط جدا، انا ما بقولش خطا في حاجه، مش بتعرف مثلا عندك مهاره التمرين وحشه ولا لا، ده خطا بسيط جدا. انت عندك موهبه كويسه قوي، صح، ذكائك تنمي الموهبه دي وامتى تستغلها، هتفرق عن كل الناس اللي موجوده في مكانك. هو ده لعيب الكره الذكي. النهارده مثلا التمرين بتاع بيرسيتاو، حسين قطع هاي التحرك، بيرسيتاو شايف لمسه الثانيه هدف، فايق بقاله فتره بالظبط يا اسامه. ما شاء الله. انا بجيب الهدف ليه ايمن؟ لان فريزة الهلال السوداني اجمعنا كلنا بين الشوطين عنده مواقف دفاعيه كارثيه، بس صحيح. امتى يعني فين لعيب الكره اللي يظهر المواقف دي؟ ما انا ممكن ابقى انا كل حاجه بعملها غلط، بس انت مش عارف تظهر الغلط ده. النهارده بيرسيتاو اظهر الخطا ده النهارده في تمريره حسين الشحات، صح، بمنتهى السهوله على فكره. ده في واحد الشحات، حسين الشحات هيل طبعا تحرك، ده في واحد مغطي حسين الشحات. مزبوط، تقريبا واقف جنب الجول. مزبوط، يعني تقريبا واقف جنب الجول. فهي كره القدم عايزه بس ذكاء، والفرق دي او الماتشات زي كده ذكاء، كشف الملعب كويس، تقدر تعمل مباراه سهله جدا النهارده. يعني تخيل الشوال اللي اتلعبوا النهارده دول لو كان بدايه المباراه نفس الاخطاء الدفاعيه على فكره ما اتغيرتش بتاعت الهلال السوداني، اللي اتغير ان انت بقت شايف المساحه صح والتمرير في التوقيت الصح، واستخدمت مهارتك الفرديه في التوقيت الصح. أيوة، هو ده اللي فرق معاك وطلعك بثلاثه، وكان ممكن باربعه وبخمسه. عشان كده الشكل العام الحمد لله مرضي، 3-0، الناس كلها طالعه فرحانه، الجماهير طالعه مبسوطه، اللعيبه والجهاز وكله الحمد لله. تأهل مستحق على فكره، يمكن صعبنا الامور على نفسنا، بس احنا اللي خرجنا نفسنا الحمد لله. يعني دي الزار بقينا بنتفائل لما والله بص انا موافق على فكره، انا على فكره يعني ما عنديش مشكله، لكن هي بس كلمه سريعه، لان الادوار القادمه صعب، صعبه، عايزه يعني وخروج مغلوب لا، وانت هتقع حد مع شمال افريقيا. فدول برضو التفكير مختلف شويه طبعا، ونوعيه اللعيب مختلف شويه، يعني بيعرف ازاي يقف يغطي وكده، اكيد بقى في كلام تاني، لكن كان مهم تطلع من الخطوه الصعبه المتعثره اللي انت عثرت نفسك فيها. صحيح، على فكره انت مفيش حد، ايوه صح، مفيش حد اتغلب عليك انت. أيوة، انت التعثر ده صعب على نفسك، وانت أيوة خرجت نفسك الحمد لله رب العالمين. لكن هو ربنا كان رايد لك الحمد لله، نقول الحمد لله، تاهل مستحق، 3 اهداف الحمد لله، نتيجه حلوه جدا، مبروك لجماهير النادي الاهلي، والحمد لله لكل جماهير النهارده في النادي الاهلي اللي كانت من القاهره او من الاقاليم، هتروح مبسوطه وسعيده بتاهل فريقها للادوار القادمه. صحيح، كل التوفيق لعيبه النادي الاهلي وجهازه ان شاء الله. القدم اصعب، بس انت النادي الاهلي سيد اسياد افريقيا. مزبوط، لو نعرف الكلمه دي هتتعامل مع كل الناس بمنتهى الهدوء، لازم تعرف ان انت سيد البطوله دي.